السلام عليكم اخواني اخواتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ تنتمنى انكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال، خصوصا مع الدخول المدرسي تيكون شويه ديال ستريس وتتكون الامور شي شويه مع عرفتوا تنخرجوا شويه ديال الفلوس، تتكون الامور شويه قاسحه. ربي غادي يكون مع الجميع، يتولانا جميعا ونديروا هكا شويه من هاد الجي وشويه من هاد الجي حتى يتم الدخول على اتم الاحوال. تنتمنى انكم ما تحرمونيش من لايك ومن الاشتراك، واللي اول مره يشوف القناه ديالي يعمل لي يشترك ويفعل الجرس. كلكم تتشوفوا تتعرفوا اسياء بيوتي، قناه صاحبه قناه كبيره يعني عايشه في الانجليز، واحد القناه اللي هي داك العام بعدا كانت دارت جدل بخصوص الاب ديالها زوجته، وشفتوا الفيديو؟ دابا نحط لكم فيديو اللي بغى يشوفه، فيديو ديالها درت على الاب ديالها فاش زوجته دارت ليه العرس وتعبات وطحت ونعط باش دارت ليه العرس زوجته، يعني بات مع مات الوالده ديالها في كورونا، في مات كورونا كانت مات الوالده ديالها. الناس اللي متبعين القناه ديالها يعرفوا هذه المساله هذه، يعني زوجة باها فاش جات داك العام السنه العطله اللي فاتت، وهاد العام جات اسيا بيوتي. المهم انا بعدا اللي بغيت نقول لكم بانه العام كله انا تنتفرج، بحكم انني منتقده تنتفرج جميع القنوات، يعني تنتفرج فيها فيديو 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 فيديو. السيدات العام كله عرفتوا الناس اللي عايشين في الانجليز وفي كندا تيكون عندهم واحد شويه الاكتئاب بحكم الجو تماك، ماشي بحال المغرب، ما كاينش ديك مغربيت، ما كاينش ديك الحياه، ما كاينش بزاف د الحوايج، كاين الجرا وكاين الستريس بحالنا، ولكن هما سويه زايده الغزه بحكم واحد المجتمع تطغى عليه الماده بزاف، ما كاين صله الرحيم، ما كاينش بزاف د الحوايج، ما كاينينش، كاينين هي الاذان الا سمعتيه هنايا راه تيحيد عليك شله. والانجليز سورتو معروفه بانه يعني عليها واحد معروف بانه الناس ديالها شويه تصيبهم تصيبهم الاكتئاب. المهم هي تتصرح الناس تقول بانه حنا تنكتئبوا في هذه البلاد هذه، ما كاينش معاه من ما كاينش اش نديرو. المهم السيده منين جات هذا العام؟ جات صيف، جات فعلا جات لقات باها مستقر، يعني عمليه ديالها ماشي كانت ناجحه اللي دارت داك العام تاع الزواج. انا تنقولها لك اسيا والله العظيم اللي العمليه ناجحه، الوالد مستقر الحمد لله، مستقر مع راسه الحمد لله، يعني داكشي العقل المدبر اسيا هادشي تيعجبني فيها، العقل المدبر. تتبقى غاديه غاديه دير كديك النمله، تتبقى غاديه 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 بخطط تتكمل تتبان لك الصوره تتفرج على شي صوره. المهم ماشي هذاك هو فاش جات هاد العام. المهم دوزات العطلة ديالها، سافرت شوية مع باها، سافرت مع صاحبتها، سافرت هنايا، سافرت هنا. المهم في الأخر قررت بأنه دير الصداقة. إيوا أسيا بغيتي ديري الصداقة، كي بغيتي ديري خصك تعرضي على كلشي، عائلة أمها اللي دير الصداقة، أمها اللي ميتة يعني، بس عائلة أمها، عائلة أمها ميمكنش تجمع مع عائلة با. أصلا كانت قالت واحد المرة بأنه بينهم مشاكل، وفي نفس الوقت زاد عليهم عائلة مرت باها، يعني ميمكنش. وهي تقصد تفكر، فكر يا اسيا، فكر يا اسيا، وهي تقسمهم على جوج، دارت جوج جروبات، برافو عليها هادي والله العظيم ما طيحش عليها ولا شي واحد على الاقل يستخسر يقول ما خسرش انا الفلوس على جوج جروبات، جمع كلشي وصافي. لا هي ما كاين مشكل، دارت جوج جروبات، الجروب الاول نعيطات لخوالاتها اللي هي عائلة امها، اوكي زعما ما وخوتها ولاد جوج وعيالتهم وعائلة أخوالاتها وبنات خوالاتها، المهم كان واحد المجموعة ودارت صداقة. أشنو هو المشكل فين كاين؟ والجروب الآخر شكون فيه؟ فيه عائلة باها اللي هي عماماتها وداك الشيء، وعائلة مرت باها اللي هي السيدة الجديدة في العائلة، وبجوجهم دارت يومين متفرقة، جوج يامات متفرقين في نفس الأسبوع، ولكن عادي يعني فكره مزيانه بانه ما تقدرش تجمعي كل شيء بطبيعه الحال. هي قالت بانه غادي ينوض الصداع، غادي ينوض فرقه، كلمه من هنا كلمه من هنايا، اي حاجه غادي تنوض الصداع. كاين شي ناس دائما في وسط اي عائله غادي يديروا بالعين شي كلمه هكا اللي تفرقع كل شيء، ولو غير الشوفات ما يكونوش هما هذوك، ولو غير تصفيه الحسابات بين اصلا عائله الام والاب، الام الميته وبين عائله الاب ديالها، نقولوا كاع عائله مرتبه ما دخلهمش في الموضوع، ولكن هي قررت بانه دير يومين متفرقه. هادشي كله اللي تنقول لكم تيبان بانه زعما هو تيبان مكلف شويه ماديا، ولكن تيبان زوين زوين الصراحه. الله اي واحد يجيب. فين كاين المشكل؟ فين كاين المشكل اخوت؟ المشكل فين كاين؟ هو انه الصدقه اللي دارت اسيا
دارت الماكله، اللحم، الدجاج، دارت كل شيء، الحلاوي كل شيء هو هذاك مزيان. واحد الحاجه، واحد الحاجه اللي زايده فوق سميتو هي اللعابات، دارت اللعابات، العوني هذوك اللعابات اللي تي يجيبو، دارت اللعابات. يعني دائما عندنا حنا ديك كلمه الصدقه ما مقترناش باللعابات، ما مقترناش. هنا نزل عليها الدق، نزل عليها الدق مزيان آسيا، نزل عليها الدق مزيان. كيفاش ديري الصدقه ديال امك ميته، ديري اللعابات وتشوفوا لك التعليقات. عرفتي راه كميه التعليقات اللي جاتها، وقناتك تبارك الله راه مشاهده، مشاهده قناه آسيا. نزلوا عليها التعليقات كيفاش تقرني الصدقه، ما صدقاش هذيك، هذيك سميتها الشطح والرديح. وقولي بغيتي تشطحي وتردحي، وقولي بغيتي ديري، وكيفاش هاد قضيه جايب العون. ما تقوليش الصدقه، ما تبقاش تقولي الصدقه. وكاين شي وحدين انا شت قريت شي تعليقات يقولوا الكاسبياج، تضيعي بزاف الماكله وضيعتي بزاف انت. عادي، عجيب الامر، زعما تقلب، يعني تقلب بواحد الطريقه غريبه. المهم بزاف الناس ما عجبهمش الموضوع، ولكن كاين الناس اللي عجبهم الموضوع. انا غنقول لكم رايي، انا رايي بامتى مات ام اسيا. مات في كورونا، يعني شحال هذه باش مات. وفاش جات دارت على الصدقه، وتتزورها في القبر ديالها وقت ما جات، بتبقى حزنه على امها ديما. بتبقى تصوروا معايا، دارت الصدقه، ها هي عيطت للخواتات كلهم، دارت لهم الصدقه نتاع اختهم اللي هي اختهم، ودارت هي الماكله وحطاتها وجابت الطلبه. يبقى شي تينكد على شي وشي تيبكي على شي، وبيت فكر الجديد والقديم ويجلسوا. هادو ها هما دارت لهم الصدقه، نقولوا بيبكيو على اختهم، يا والاخرين لاش بتعيط لهم، بتعيط لهم ماشي اش يجلسوا يديروا، حتى هما اش يديروا، يجلسوا ياكلوا ويضحكوا. يعني ما جاش راه الصدقه، الصدقات ماشي ضروري تقترن بالطلبه وبالقريب. راه جمعات العائله، بعدا جمعات العائله، جمعات الخواتات، وجمعت عائلة باها، ودارت واحد الناس شحال هادي ما تشوفوا، ودارت واحد التعارف بين العائلات. يعني وواحد القضيه اخرى ما تنساوهاش، بان راه تحريم الارزاق، هادوك اللعابات، هادوك اللعابات اللي جابت ما عليهمش الله، راه ما داو رزقهم، داو حتى هما واحد الطريف محترم. راه الا كل واحد قال ما نجيبهمش، ما كاينلاش، قلت الحياه، قلت العفه، عرفتي هاد الهضره اللي ولات دروكا. يعني هما راه بترزقوا الله، جابتهم والله العظيم الا كان داك الشيء غزال وعجبني. يعني واحد الطاقه زوينه، وخصوصا انه بزاف الناس تيستافدوا من اسيا فاش تدير شي حاجه، بزاف الناس تيستافدوا منها. زعما سخيه، ماشي شي وحده كشاشه، ماشي شي وحده اللي قرزازه ما تتخرج، تقدا الحلاوي وتقدا الديسير، وما تستواش مع مول الديسير، وما تستواش مع مول الميعان، وما تستواش مع عندها، يعني وتتخلص. ويلا دارت شي كولابوراسيون تتقولها، تقول لك هذه ولا هذه ولا زي. وهاد العام ما بالي لا كولابوراسيون ولا يديك، كيخليك السيده جات فجات، دارت صله الرحم مع حبابها، نشطت شويه من داك الاكتئاب. الصدقه مقبوله عند الله، سواء باللعبات او لا لعبات، جمعتي العائله بعدا ديك صله الرحم، كلاو معها بزاف تاع الناس، يعني الناس ضحكوا فرحوا، يعني وجمعات الناس وفرحت راسها. ودوك اللي دات ولاد عاني تشوفوا بلاد امهم، يعني ضروري. واو داكشي كان زوين. انا جاتني دي قضيه اللعابات، حتى هما راه برزقهم، حتى هما جاو يديو رزقهم، ما فيها حتى شي عيب، ما فيها حتى شي عيب. يجلسوا الناس يشوف شي يقرض، يبقى تيشوف شي ويجلسوا يتباكاو ولا شي يديروا. ايوا شي ناس الله يهديهم ما عجبهمش الحال، هادي راه مساله قناعه، راه مساله قناعه. انا والله العظيم اللي جاتني عاديه بصراحه، جاتني عاديه، عيطت لهم ونشطات معاهم ونشطات، وبيبقاو ذكريات لوليداتها وليها وسوفونير مع العائله. راه الموت والحياه، شتو عرمات العيالات تبارك الله تما كبار في السن، يعني الموت والحياه تيبقى داكشي. اما الصدقه حاضره وكاينه، ما يحيدهاش شي حد، الله سبحانه وتعالى عزيز عليه، اللي تيطعم الناس واللي تيخدم الناس واللي تيتقدم عند الناس، هذا راه تيتسمى الرواج اخوتي. مالكم اش كاين؟ وشكرا لكم، واللي ما عجبوش شي حاجه قولها لي في كومونتير.